يا رب دخيلك ساعدني يا ربي. بعرف إن ذنوبي كتيرة، بس بعرف كمان إنك ما بترد اللي بيندم على غلطه. أنا خجلان من اللي عملته وما فيني أطلب شي بنوب، بس عم حاول أصل لطريق التوبة. دخيلك يا ربي أنت بس ساعدني، بس لحتى لاقي أهلي وأخواتي. يا ربي بس ساعدني، بس ساعدني. ولك شو عم يصير هون؟ باسم، باسم انتبهي. خولة، هاي خولة، تعي يلا يلا. باسم رجع البنت بالحزن احسن لك، والا رح تاذي حالك وخوله معك كمان. صدقني لوين ما رحت رح بلاقيك وبقتلك كمان. لا تخافي خوله، هدول ما فيهم يعملوا اي شيء. باسم اركضي خوله. باسم حبيبي، إذا صار لك شيء أنا ما رح أقدر أعيش من بعدك، ما رح يعملوا فيني شيء. أنا لا تخاف علي. لك يلا يلا. بس أنت رح يقتلوك فوراً، أحسن حل إنك تهرب. بترجاك اسمع كلامي هالمرة وهرب. إذا بدي أعيش من دونك موتي أحسن لي خولة. هروب باسم، تعي لهون. لوين رايحة؟ هروب باسم، هروب. خولة، 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 وقفي. لا تقصوا خولة، خولة، خولة. امشي امشي خولة. أنا استسلمت، بوس إيدك كرمال الله اتركو. خولة لا تروحي، تعي. اقتلوا لهذا الواطي. اتركوا راسم اغا، لا تقتلوه. بوس ايدك اتركوا. يلا باسم اتركني بحالي، انا من دون خولة يا زيدان ما بقدر اعيش ابدا. انت جنيتوا لك؟ يلا اتحرك يلا. بحالي ولك رح تتسبب بموتك وموتي كمان. يلا اتركني، ما بدي روح. قوم ما بدي تركني. تركني اعمل لك زيدان، اعمل لك تركني. تركني بحالي، تركني ما بدي روح. لك يلا ولك اتركني. لك امشي بقى، امشي لشوف زيدان. تركني خولة. رمزي حفيدي، رمزي شو صار لك يا ابني؟ مين اللي قوصك؟ مجرمة، رح سلمك للعسكر يا حقيرة، رح اتركك تعفني بالسجون، رح سلمك بإيدي هدول يا حقيرة. قاتلي مجرمة،
على الله زيدان، اتركني روح جيبها. أنا من دون خولة ما بقدر أعيش يا أخي. تعمل راسم اغا خلاص اسكتي بقى اسكتي. ليش عم بطل البنت؟ شو كان لازم اعمل؟ ها حفيدي شاب مثل الورد وقتلته. خدها خليها تتعاقب على الشيء اللي عملته. اتركوها بنتي بنتي خولة خولة. خلاص يا مرا بس بس خولة بنتي بس. دخيلكم بنتي بنتي خولة اتركوها مشان الله اتركوها اتركوها. الله يخليكم بوس ايديكم مشان خولة يا اختي. خولة تعالي معي تعالي خولة. امي خلاص بقى امي خلاص اهدي بنتي. باسم 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 تعال هون تعال باسم كرمال الله تهدى شوي. عليكي شو رح يصير هلا؟ يا ربي دخيلك ساعدنا. ديامن ديامن ديامني تروني يا شاي من ديامن 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 ديامني تروني يا شاي وقتاكي أبينا دل من تدل ما نقول أمي أمي عيوني باسم ابني. أمي وين كنت يا أمي؟ أخذوا خولة على السجن يا ابني لأنها قتلت رمزي. أنا قتلت رمزي يا أمي مو خولة. مين اللي رح يسمعك يا أمي؟ راسم آغا ورجاله كلهم صاروا شهود عليها. أخذوا البنت يا أمي. آخ يا خولة دمرتيني يا خولة حرقتي قلبي. شو رح أعمل أنا هلأ؟ اهدى ولك اهدى لا تفرط هيك بسرعة خليك قوي شوي. شو رح نعمل هلأ زيدان؟ خولة صارت بالسجن شو رح نساوي؟ لك شو عم تحكي انت؟ اذا اضطرينا منروح ومنهربها من السجن ولك بدي اياك بس تفكر معي منيح. ليش ضل عقل فيني بسببك؟ طيرت لي عقلي. ما تركت فيني عقل كله بجنانك. والله حرام دغري سبتت التهمة عليكي. بما انه صارت المحكمة فورا شغلتك صعبة رح نتقابل كتير بعد اليوم. انا بريئة يا اختي والله العظيم انا ما قتلته. أصلاً هون ما بتلاقي حدا مذنب يا أختي كلهم بريئات. فوتي الله يخلصك السلامة عقبال عنا بعين الله يا بنتي.
الله يخلصك بالسلامة يا أختي. الله يفك أسرك. الله يفك أسرك. إنجي هاي أنتي؟ خولة هاي أنتي؟ عن جد ما عرفتك، أنتي هون؟ اهدي اهدي وارتاحي هون. قديشك متغيرة؟ آخر مرة شفتك فيها كنت لساتك صغيرة. طبعاً رح أتغير. شو عم تعملي أنتي هون يا بنت؟ كيف دخلتي؟ لا تسألي يا أختي. حفيد راسم آغا حط عينه علي، ما هان على باسم قام قوصه، وراسم آغا اتهمني فيه. ليك عديم الشرف، ما تاكلي هم، إذا مالك ذنب أكيد رح تطلعي. وأمي شو أخبارها، منيحة؟ منيحة، بس قديش ممكن تكون منيحة يا أختي؟ راسم آغا بهدل البشر، عدنان الوسخ من جهة، وراسم آغا من جهة، ما عم تروح غير علينا. انتظري لأطلع من هون، هاد راسم آغا نهايته على إيدي أنا. بسيطة، روحي هلا، هاد التخت اللي فوق إلك. تمام. البنت من عندكم مضيعة يا أختي؟ رح يكون سهل إنه نضمها للتشكيلات. ايه البنت من ضيعتنا، بسيطة وسهل اقناعها. اعطيلي ايدي يا ظالمة. أنا ما قلت لك شي خولة، شو صار لإيديك؟ بدك تضميني للبنات حتى أخون بلدي؟ وهلأ بلشتي بإيدي؟ وبعد شوي رح تعمليني مثله؟ كيف يعني؟ شو عم تقولي أنتِ؟ ما عم بفهم شي بنوب. كرمال حالك دمرتي البنات، منن بعتيهم على الجبل، ومنن ضيعتي إيمانهم. وهلأ إجا دوري، رح تعملي فيني مثل ما عملتي فيهم كمان؟ والله ما رح أقرب عليكي، والله العظيم ما رح أعملها، بعدك خولة، لا تروحي، مشان الله لا تروحي خولة، لا تروحي. افتحولي، افتحولي الباب. ديالا كيف فتحتي الباب؟ بس كيف صار هيك؟ وين أنا؟ هون مكان يلي بيشبهوني إنجي. هذا المكان هو مكان الروح، لما كل مؤمن بيصلي لوجه الله تعالى. هاي الأماكن من أجمل الأماكن اللي ما رح تلاقي منها على وش الأرض. كيف لقيتي؟ مريح مو هيك؟ بتمنى لك يا إنجي تجي على هاي الأماكن دائماً.
إيه؟ بصراحة كل شيء له سبب. كل صبية بعتيها على الجبل مسؤوليتها برقبتك أنت. من اليوم اسمعي لضميرك الحي اللي جواتك، أنت على طريق الخير إنجي، وأوعك تتركيه. صدقيني مو المهم الخلاص بهي الدنيا أبداً، الدنيا مرة واحدة منجي ومنرحل منها، في آخرة وما لها نهاية وعم تستنانا. إنجي صدقي الحقيقة. ماما، بابا، ماما، بابا، ممكن صلي معكم كمان؟ طبعاً، بس بالأول لازم تتوضي. معناها رح أتوضى، بس يا ريت وحدة منكم تورجيني كيف لازم أتوضى. ماشي، أنا بعلمك. يعني هلا انت بدك تصلي معهم؟ لو عندك عقل انت كمان تعي، رح يستخدمونا كلنا لفتره ويكبونا. تعي نختار حريتنا بايدينا. اصلا الله ما بيكون مع اللي ما عندهم اراده حره. كيف صار هيك؟ كيف ممكن إنه إنسان يتغير هيك وبهي السرعة؟ كيف؟ شش، قومي لشوف. أنت رح يزوروكي عن قريب ما هيك؟ لازم نخبر ميخائيل فوراً. إنجي أعانتنا كلنا. خالد، يالا رح ناخد هدية لأمي؟ أي حبيبي رح ناخد له. تعيش خالتي. عملت اللي قلت لك عليه؟ اي طبعا، ما تاكلي هم، رح تكون مفاجأة حلوة. يلا لشوف يا اولاد. هيا هيا ديالا، انتظروني انا كمان. يلا حنان، عجلي لك شوي. يلا اخرتينا. يلا يلا ليكني نازله. لكن رموا التهمة عليكي، ما هيك؟ ما تاكليهم. إذا كنتي بريئة رح تطلعي من هون بسرعة. بالوقت اللي قلنا تزوجنا أنا وباسم وارتحنا، ليكي شو صار؟ لا تتضايقي ولا تزعلي حالك، كلنا مجروحين بشكل من الأشكال. ابني الصغير برا وأنا بالسجن، ما بتعرفي قديش عم اتعذب عليه، بس لازم نكون صبورين. دلو، في زيارة إليك. بعتي لي خبر إشي. إنجي طلعت عن الطريق، ما هيك؟ لازم ندبرها بأي طريقة كانت. التنظيم رح يعطيك المهمة إلك. قولي لي هلا، رح تقدري على المهمة؟ طبعا بقدر، شو فكرني حضرتك؟ إيه. طيب، معناها أنت المسؤولة عن السجن من اليوم ورايح. وأول مهمة إليك إنك تخلصي من إنجي، فهمتي؟ على راسي من فوق، لا تشغل بالك أبداً. اليوم خلصوا منها، ما لازم تعيش أكتر من هيك. إذا عاشت أكتر رح تلعب بعقل الباقيات هون، ساعة الوضع بصير صعب إنه نتحكم فيه، ماشي؟ شكراً يا أختي.
شو رح نعمل زيدان؟ كيف بدنا نطلع من هنيك؟ لا تاكل هم ابدا، وصلتني اخبار رح يطلعوهم كرمال الفحص الطبي. بمجرد ما يطلعوا رح نهرب البنت يا باسم. ما بعرف، لانه ما انمسكت ابدا. يعني شو هي الاجراءات جوا ما بعرف ابدا. حتى اذا مثل ما بتقول، امتى رح يطلعوا وكيف رح نهربها زيدان؟ نحن الاثنين هربانين. اساسا رح ياخذوا وقت طويل لحتى يطلعوهن على الفحص الطبي، بس اذا ما طلعوا هلا ما بعرف يا باسم. لازم نعرف، لازم. اشتغل ولك اشتغل. يلا لشوف. يلا استعجلوا شوي، أنا اشتقت لأمي كتير. أنا كمان كنت اشتاق لها كتير، بس أمي رجعت خلاص. إن شاء الله أمك ترجع لك وما عاد تبعد عنك أبداً. طارق نحن بنرجع لحالنا، ما في داعي تجيب. تمام ديالا، أساساً أنا عندي شغل. يلا يلا امشوا. الحمد لله ديالا طلعت. كان ضميري رح يقتلني من الإحساس بالذنب. انسى هلا زيدان، دخيلك فكر بشي حل ناخد البنت. خلص لقيتها، انت لا تخاف ديالا ست منيحة كتير. رح حاول أعرف منها إمتى رح ياخدوا خولة على الفحص. يلا تعال معي. الرب يحميكن. لك هذا قديش بيشبهه لزيدان؟ والله اخ يا زيدان. باسم رح ننتظر هون. ماشي. أبصر من كان عنده. رولا أجار، زيارة إلك. بالإذن. إذنك معك إنجي. أنت كمان عندك زيارة. لا إله إلا الله، مين هاد كمان؟ أنا قائدتكم الجديدة. مهمتنا الأولى نخلص من إنجي بأسرع وقت. ماما ماما فراس. حبيبي رولا. حبيبتي أنا في عندي شغلة صغيرة، برجع لك فورا. ماشي. ماما بنتي اخيرا اجيتي. انجي دخيل قلبك يا امي. بابا بنتي اشتقنا لك كثير. يا الله راحت علي المفاجاه. ديالا شكرا، الله يخلي لنا اياكي. لولاكي انت ما كنت رح شوفهم. بالاصل لولاكي انت ما كنت رح كون جنب ابني وجوزي هلا. الله يوفقك يا إنجي. يلا انتو خذوا وقتكم، أنا في عندي شوية شغل. ديالا مشان الله سامحيني. سامحتك إنجي، انتي كمان سامحيني. بنتي حبيبتي يا بنتي. أخواتي كيفن؟ هن مناح؟ مناح. تا 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 ناديلي الكابتن مروان لشوف. تكرم
شفت باسم وزيدان كابتن مروان؟ هن قدام السجن هلأ. ليك الواطيين، ليك هاي هي الفرصة مروان، وإلا الاثنين راح يكونوا مصيبة علينا. ها خلصوا مننا بسرعة، خبر الباقيين أنه طالعين فورا، يلا بسرعة يلا. شكرا كتير إلك يا ديالا، شكرا على اهتمامك فيه. بصراحة يلي اعتنى فيه أكتر هو مدحت بيك. بس زيارة خلصت. بس لسه هلأ بلشت الزيارة، لسه في وقت. قلت خلصت يعني خلصت، يلا على القاوش. ليك فراس حبيبي، مثل ما أنك شايف هون المكان مانو مناسب إلك، من هلأ ورايح رح تعيش عند أبوك. كيف يعني؟ ليش وينو أبي أنا؟ هداك الرجال يلي إجا لعندك مدحت، هذا الزلمة بيكون أبوك. أنا ما بدي يا ابنو، بدي إياكي أنتي. أنا ما بعرفه إله وما بحبه. حبيبي لا تحكي هيك، لا تزعلني منك. ليك يا رولا، لبين ما يتعود عليه رح يبقى معنا، بضل مع إبراهيم، بعدين منظبط الوضع. طبعاً لازم مدحت بيك كمان يتحرك شوي ويخفف التوتر. يلا فراس تعال نلعب الألعاب اللي عندي. ما بدي روح من هون. بس عند خالته ديالا في عصافير حلوة كتير يا فراس، مو هيك إبراهيم؟ أنا كمان ماني مطولة ورح أطلع عن قريب. أهم شي ما تعذب خالته ديالا وهي بتدير بالها عليك. إن شاء الله. بس أطلع رح أجي فوراً وشوفك. عن جد أمي؟ إيه؟ شكراً كتير يارا، بفضلك أنا رجعت على المدرسة. لو ما ساعدتيني ما كان فيني أرجع درس أبداً. لا تقول هيك أستاذ أيمن، أصلاً كل شي صار لك كان بسببي أنا، ما هيك؟ الحمد لله خلصنا. ألف الحمد لله يارا، ألف الحمد لله. أستاذ، هلأ الكل متوترين ومنتظرين حضرتك بالمدرسة، والله الكل رح ينبسط. يلا لنشوف. أستاذ أيمن، أستاذ يا أولاد، أيمن. يا أولاد لا تعملوا هيك. أستاذ أيمن، لكوفوا، لكوفوا خلاص. أيمن، لك لا تعملوا هيك، بكفي نزلوني. أستاذ لك لا تعملوا هيك، لك شو عم تعمل أنت وياه؟ أيمن، أستاذ أيمن. مرحبا يا خانم، المعلم بعتني لعندك مشان اسالك عن وضع رولا. قول المعلم الظاهر البنت ما رح تقتنع بسهوله، ما عادت رولا القديمه اللي بيعرفها. اذا بدها واذا ما بدها رح ترجع رولا القديمه، لانه في معي صور وتسجيلات ومستندات بتخصها، الى صور بالاطنان مع جواد. انت جنيت شي؟ عم قلك انه البنت مو هاممة شي ابدا بعد اليوم، اصلا هي بعدت عن زوجها، نحن محتاجين انه نرجعهم لبعض مثل زمان تماما، مو نبعدهم كمان. اذا هيك رح نتبع الخطة بيه، رح نخطف ابنها. يلا امشوا لشوف يا اولاد، يلا يلا مسك ايدي. اختي ديالا، اختي الحلوه. زيدان انت شو عم تساوي هون؟ حنان المره الفضوليه ما بينحكى شيء قدامها. بسيطه ديالا، خوله حبيبه هذا الشاب زتوها بالسجن بدون سبب، كرمال الله تساعدينا ديالا. اللي بدي اياه ايمتى رح يطلعوها على الفحص الطبي؟ لازم نلاقي شيء للبنت حتى تلبسه. هلا مندبر لها. خولة تعي معي. يلا خلص عليها. دخيلك يا أختي، عملي معي معروف. ما تآخذني أخي زيدان، ما رح أقدر ساعدكم بشي، يعني لوين رح توصلني هاي القصص؟ ما حدا بيعرف ابنهم. شلون أخبرهم؟ شو رح نعمل هلأ زيدان؟ كيف رح نطمن عليها؟ لازم نستنى باسم، لازم نستنى،
يعني قد ما استنينا أكيد بدنا نلاقي الحل، أكيد رح تطلع من السجن. ولك لتكون هاي السيارة اللي بدها تاخد خولة، ها؟ نحن لوين رايحين؟ لجهنم الحمراء. لوين يعني؟ رايحة على الفحص الطبي، رح تصلي لحد المشفى وترجعي. انجي دخيل قلبك يا امي. بنتي اشتقنا لك كثير. من اليوم اسمعي لضميرك الحي اللي جواتك، انت على طريق الخير انجي، واوعك تتركيه. صدقيني مو المهم الخلاص بهي الدنيا ابدا، الدنيا مره واحده منجي ومنرحل منها، في اخره وما لها نهايه وعم تستنانا. انجي صدقي الحقيقه. حتى تعرفي تهيني النظام هذا عقابك. حنان ها انت خدي الاولاد على البيت، انا جايه فورا. ماشي ديالا. يلا حبيباتي. طارق طارق طارق، انا شفت زيدان هون، كان واقف قدام السجن، بدهم يهربوا محكومة من ضيعة راسم آغا. شو عم تحكي ديالا؟ ايه يلا. والله هي، والله هي خولة يا زيدان. شفتها؟ قوم خلينا نركب على المحروسة تبعنا. يلا يلا جايينك يا خولة، استنينا. عجل زيدان. شو صار؟ موقف لك. افتح لي شوف، افتح لي، لا تتحرك. مين انت؟ بصحكم تغلطوا والا بخلص عليه. انتوا ادرى بقى. اهدى واسعك تعمل شي غلط. بصحكم تتحركوا. باسم؟ اذا حدا راح يتحرك فيكم راح اوصل الكل. لا حدا يتحرك. أسرع أسرع. يلا يلا. ما رح نأذي حدا فيكم. كل الأسلحة على الأرض. على الأرض. اتركوا سلاحكم. يلا يلا اتركوهن. اتركوها. خد خولة، خد خولة. يلا بسرعة بسرعة، استعجل. يلا خولة. يلا يلا عطولي مفاتيح الكلبشات. عطولي مفاتيح. يلا يلا بسرعة فك الكلبشات. يلا فك الكلبشات ولك. يلا Thank you.
اقتلوا الكل، لا ترحموا حدا فيهم، لا تتركوا حدا عايش. مين عم يعوز؟ باسم خول اهربي، مدحوا على الارض، مدحوا اهربي، اهربوا بسرعة، خبي خولة. مروان الشرطة، الله يلعنكم. انتبهوا بس اهربوا، اهربوا ورا حدكم. عامل لك اهروب، لك اهروب. الو الو سيد يوسف، زيدان هرب البنت، البنت اللي قوصت حفيد راسم اغا هي مع باسم هلا. خوله من وين طلعوا لهدول الارهابيين؟ شوي دانيا كانوا رح يقتلونا. باسم انت خد خولة وروحوا على المغارة، انا رح ارجع وشوف الوضع، الله اعلم شو وضع طارق هلا. زيدان لا تروح، والله بيقوصوك. باذن الله ما رح يصير شيء، واذا صار فداك يا اخي يعني بيكون هذا قدري، لو الشرطة ما وصلوا كانوا قتلونا هالواطيين. يلا هلا روحوا انتم، انا بلحقكم كمان شوي. يلا روح. يلا يلا المركز 11-41، المركز 11-41، القائم مقام الصف، يرجى إرسال الإسعاف بأسرع وقت.